المصرية حيث استطلال الرأي عادة ومراسلنا في ظاهرة محمد جودة ونتابع ونبدأ معكم حوار الحلقة. تعديلا وزاريا جديدا قام به الدكتور هشام قنديل على امل حل تلك الازمة التي تتفاقم في الشارع المصري. وما بين مؤيد ومعارض كانت هذه بعض ردود الافعال للشارع المصري. والله مهما يعملوا تعديل وزاري مش هتنفع العملية. مش هتنفع خالص. وممكن الاسبوع اللي فات تغيير الوزارة تاني. طب ما انا اشيل سوري في اللفظ يا استاذ هشام قنديل، انت اخ كبير ليك، راجل طيب جدا وعظيم قوي، لكن المكان دوت معلش عايش شد وحزم مع الناس. هو مفيش اي تحسن ولا اي جديد حاجه؟ اي قولي كده ايه اللي حصل جديد في تعيين محمد مرسي؟ خد من الموضوع دوت ان احنا نخلي يعني في الوزراء والمحافظين وكل المؤسسات ان هم يعملوا هذا التعديل لصالح المجتمع ويشغلوا الشباب ويشغلوا الناس وكل واحد ياخد مكانه وموقعه في بلده عشان يقدر ينتج. والله وانا بصفتي الشخصية انا مش هقدر اقول اي تحسن الا ما يحسها الشارع المصري اصلا والمواطن العادي، بس هي في نقطة ان احنا بنستبق الاحداث. انا شايفة ان احنا دلوقتي لسه في الاول، يعني احنا عاملين زي بنزرع زرعة، يعني ننتظرها تطرح يا اما هنحصدها من قبل ما تيجي. لا تعديل وزاري مش جاي في وقته خالص، ما شايلين ناس متعلمين ومستواهم عالي. وانا اتمنى ان يبقى في تعديل احسن من كده، وان الحكومه تشد حيلها وانها تراعي الشعب في الاسعار وتراعي الشعب في العيشه بتاعت الناس كلها، واحنا عايزين البلد تكون احسن وفي تقدم احسن، ونتمنى من الاخوان المسلمين ان هم يعني يبقى في الوقت الحالي يبقى في تطور. كانت هذه بعض ردود الافعال للشارع المصري. والسؤال هنا، هل هذا التعديل الوزاري الذي قام به الدكتور هشام قنديل سيشهد تطورا جديدا ام سيزداد الوضع سوءا؟ من القاهرة محمد جودة، نافذة حرة.